أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية في حضرموت عن رفضها لقرار فرع شركة النفط برفع أسعار الوقود، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بتداعيات أكثر مأساة على الأوضاع المعيشية وأسعار السلع والمواد الغذائية. نعم، كما اعتبر البيان الصادر عن الأحزاب السياسية في حضرموت أن الزيادة في أسعار المحروقات مجحفة في حق المواطن وغير مقبولة إطلاقا، ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس في محافظة حضرموت. وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعا بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الخطأ. كما أعلن البيان عن وقوف الأحزاب السياسية إلى جانب المواطن للتخفيف عن معاناته وإبلاغ صوته وتبني قضاياه العادلة. إذا الوقوف حول هذا الموضوع، ينضم معنا السيد محمد عبد القوي جابر الناشط السياسي من حضرموت. نرحب بك سيد محمد. إذا ربما ملفت أن يكون هناك دور الأحزاب وبيان يرفض رفع الأسعار المشتقات النفطية في حضرموت. بداية، كيف تقرأ بيان الأحزاب وما جاء فيها أيضا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، وكل عام والجميع بخير إن شاء الله، واليمن في امن واستقرار ونماء باذن الله تعالى. بالنسبه لبيان الاحزاب اصدر هذا اليوم، طبعا مؤكد لمعاناه الناس، يعني الناس بدات تضيق ذرعا بالحاله المعيشيه، بالغلاء المنتشر، بكل ما تعنيه الكلمه من المعاناه. الناس بتعاني من كل شيء، من الادويه، من المستشفيات، من تدني الخدمات، من غلاء الاسعار، من صلف السلطة، من غرور السلطة وكبريائها، من تكميم الأفواه من قبل السلطة. كل من يعارض يسجن، كل من يعارض تفصل له تهمة بالخيانة والتعامل والتخابر مع استخبارات معادية ومن هذا القبيل يعني. فالسلطة في حضرموت للأسف الشديد لم تعد صالحة لأن تسير أعمال البلاد. السلطة في حضرموت يجب بيدها الكثير أن تفعله للتخفيف من معاناة الناس. فهناك أكثر من 60 ريال يمني يضاف أتاوات غير قانونية على قيمة اللتر من المشتقات النفطية، سواء كان ديزل أو بترول. هذا إضافات. ماذا تقصد سيد محمد بإتاوات تفرض؟ يعني ما الذي تقصده؟ لو توضح لنا وللمشاهدين. أقول لك الأتاوات تفرض، يعني تضاف على اللتر الواحد. نعم. 30 ريال خزن، و2 ريال منطقة عسكرية، 2 ريال لصندوق التعليم، 2 ريال لصندوق الصحة، 2 ريال لديوان المحافظة. هذه كلها صناديق وهمية لا يستفيد منها شيء المواطن ولا تعود للتنمية بشيء. هذه كلها جبايات غير قانونية. نعم. ولا تدخل في حسابات الدولة، وإنما في حسابات خاصة يتم التصرف بها دون حسيب أو رقيب. نعم. أو حتى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يشرف ولا يعطى له الحق بأن يراجع تلك الصناديق. نعم. يعني كما تحدثت سيد محمد، يعني لديك مآخذ على عمل السلطة في محافظة حضرموت، وذكرت أن هناك يعني تفرض جبايات لا يستفيد منها المواطن بطبيعة الحال. لو عد لموضوع الأحزاب وهذا البيان، كيف تجده؟ هل هو يعني صحيا أن يكون هناك دور الأحزاب لوقوفه إلى جانب المواطن في محافظة حضرموت؟ كيف تجد هذا البيان؟ طبعا يجب على الاحزاب ان تقود العمليه. هي اللي ممكن تكون الى جانب المواطن. نعم. الاحزاب هي من تنظم العمليه، هي من تمنع من خروج اي عمل مجتمعي عن اهدافه، تنظم المساله. فوجود الاحزاب شيء ضروري يعني، ومهم جدا يعني، والا في غياب الاحزاب ستكون البلاد غابه يعني. وكل انسان بيخرج الشارع
ودون هدف ودون شيء ولا بيحقق شيء، ولكن الاهداف. طيب هل باعتقادك هذه الاحزاب تستطيع نعم هل تشكل ربما عامل ضغط، هل تستطيع ان يعني توقف هذا القرار برفع اسعار المشتقات النفطيه او حتى تخفيف من رفع الاسعار بحيث تكون يعني ربما اسعار مقبوله؟ طبعا البيان اليوم كان ضاغط، ونتيجه البيان هذا ان المحافظ اليوم امر بتخفيض 20 ريال من قيمة اللتر الواحد من المشتقات النفطية، واشترط أن يكون في محطات الشركة. نعم. وللعلم أنه في عندنا في المكلة محطة واحدة فقط للشركة. الإنسان اللي بيروح بيعبي في الشركة من المكلة علاج المسحة يحتاج له 2000 ريال عشان يصرف يوفر ال 20 ريال يصرف 2000 ريال. ف نحن نريد عمل حقيقي، شيء يعالج المسألة حقيقة، يعني مش در الرماد على العيون أو هكذا. لأن الأحزاب عملت بيان أنا ممكن أخفض 20 ريال، أو لأن اتحاد النقابات عمل بيان أيضا أنا يعني العمر فيه من استهتار، فيه من در الرماد على العيون ولا مبالاة، وانه هذا الشعب يعني افهم من كلامك سيد محمد ربما هذه البيانات فقط لتسجيل موقف يعني، ولا يعني ليس له ربما ما يترتب عليه الان لعامل ضغط ربما على السلطه لتخفيف ربما يعني هذه الزياده التي حصلت وهي يعني تثقل كاهل المواطن، فبالتالي ليس لا ينبني عليها شيء هذه البيانات التي صدرت سواء كان من الاحزاب او حتى غيرها من الجهات؟ مثلا اتحاد النقابات لوح اليوم بعمل الشارات الحمراء وسيعمل برنامج تصعيدي. طبعا الاحزاب هذا البيان ستتبعه خطوات، اكيد خطوات نزول الى الشارع، احتجاجات، وقفات ضاغطه على السلطه لجعل حد لهذا الاستهتار بمعاناه الناس وباقوات ربما الناس. يعني افهم من كلامك سيد محمد يجب ان يكون ربما من الاحزاب ان تنظم الان العمل الاحتجاجي كما تحدثت، يعني سواء كان من النقابات او حتى من المواطنين يكون هناك عمل منظم لكي يكون هناك احتجاجات لالغاء هذا القرار. طبعا طبعا كل الناس اللي بتخرج على اساس الغاء هذه الجرعه الظالمه الغائها بشكل نهائي، لا التخفيض منها لانه حرام، يعني 100 ريال في اللتر فوق فوق جبايات غير قانونية تضاف إلى اللتر، هذا شيء هذه لم تعد سلطة، هذه عصابة يعني. عصابة تمتص جهود الناس ودماء الناس. نعم. ما يجوز أطلاقا يعني. وضحت الفكرة الناشط السياسي سيد محمد عبد القوي جابر، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.